أعزائي طلبة سادس ابتدائي، اليوم عندنا في يونت 3 بيج 44 صفحة 44 في كتاب النشاط، أن هذا التمرين أي There is a mistake in one word in each sentence. هناك خطأ mistake في كلمة واحدة في كل جملة. Underline the mistake، يعني ضع خطا تحت الخطأ. The interval connects millions of computers everywhere. هنا interval طبعا هاي خطأ، هي شنو تكون الصح؟ انترنت. الانترنت يربط ملايين الحواسيب في كل مكان. To first اولا you go on web، طبعا غلط نقول you go online. online يعني تدخل على الانترنت online. To find what you want، لتجد ما تريده. Then you search for a web place، ايضا غلط. ثم تبحث عن website، موقع. web place يصير website، موقع. هو هذا تصحيح الخطأ. That you are interested in، الذي تهتم به. You can key out an address if you know it. key in يعني تكتب، address هو العنوان، عنوان الموقع www. كذا. ف key out ما عندنا هيك مصطلح، عندنا key in يعني يكتب عنوان الموقع. When you want to see more about something on your screen، عندما تريد أن تشاهد المزيد حول شيء ما على شاشتك، just click on it. أنا كاتبها clock، هي clock ساعة، تصير click أضغط عليها. I want to search for information about making cakes، أريد أن أبحث search عن معلومات عن كيفية صناعة الكيك. Here is an interesting address، هذا هو موقع مشوق وممتع. address اللي طبعا الغلط، address تنكتب هذه الطريقة، إذن هذا هو الغلط. تكتب هذا هو عنوان الموقع www.homecakes. address يعني عنوان الموقع، هنا مكتوب غلط وهذه هي الإجابة الصحيحة. 7. Now scroll up. school يعني مدرسة، هي مو scroll up، هي شو تصير؟ scroll up. scroll up and down to see more web pages، يعني scroll up and down، يعني يتحرك بالعتلة اللي وسط الماوس، حركة إلى الأعلى والأسفل، تحرك الأعلى والأسفل لترى صفحات الموقع. Using your house or touch screen to find what you want to call navigating. استخدام هنا هاوس طبعا غلط، هي ماوس مو الهاوس، الفأرة. استخدام الفأرة الماوس مكان هاوس، ماوس هنا نحط فقط M. or touch screen شاشة اللمس لتجد، وهذا يسمى navigating يعني الإبحار. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.